السلام عليكم. انتقل إلى رحمة الله المجاهد والوزير الأسبق الحاج محمد يعلى أمسية الثلاثاء عن عمر ناهز 92 سنة، وشغل الفقيد محمد يعلى مناصب وزير المالية والتجارة ثم وزيرا للداخلية في عهدي بومدين والشاذلي بن جديد رحمهم الله. وكان المرحوم الحاج محمد يعلى أول سفير للجزائر المستقلة في جمهورية الصين وعضو جبهة التحرير الوطنية، ويعتبر الراحل من مواليد 29 ديسمبر 1929 بولاية بجاية. هذا وتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخاصة والخالصة لعائلة الفقيد، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.